السلام عليكم، انا فلاغري لوكاتيلي 60 طون. عندك سيراتور؟ عندنا فران فران روتاسيو عندنا سيو لاريير سيو عندنا السيو افو سيو لاريير عندنا الاكسسوار عندنا كات كات سي جلاس عندنا تاع المازوت عندنا تاع السخانة عندنا عندنا الطابلو مفتاح تشوف تاع الميزان تشوف عندنا تاع الرنم لا تورتي نايطا كلاكسون عندنا كلاكسون عندنا كلاكسون عندنا رابيد كابل عندك لازم كي تبغي تخدم بالمانيطا لازم تكليكي على هذا تاع السيكوريتي عندنا باش تنوض باش تهبط عندنا تكليكي وتهبط كابل تهبط الكابل طلع طلع الكابل عندنا هكا تخرج تلسكوب وهكا دخل التلسكوب لكن هذه القفلة كما هكا هكا تنح وهكا تركب كي تركب هكا تخرج هكا التلسكوب يخرجوا لك الفليش تروى صغار الفليش تروى صغار عندك كي تنحيها تخرج هكا تخرج لك افليش الكبيرة تاع التلسكوب هاي وهكا تسكر في زوج سواء في الصغير ولا هكا وهكا تدخل التلسكوب تخرج التلسكوب دخل التلسكوب لكن تكليك على هذه تعود صغار ثلاثة صغار هكا نحية تعود تخرج لك الكبيرة خلاص عندنا هذو هذه تاع الرجل الرجل الأولى وهذه نتاع الرجل الاخرى اللي راه في الترابيزور هكا مكليكي هكا تنح هكا تخرج سوا تهبط لي بي ولا تخرج لي بوتر هكا دخل لي بي ولا تخرج لي بوتر عندنا البيتاس هكا بامور بروميير دوزيام تروازيام بامور مارشاريال مارشاريال بروميير دوزيام تروازيام ترجع بامور عندنا الباركي سيكيريتي كش ما كاين حاجة ايرجو تكوبي بيها عندنا كلاكسون عندنا فرا روتاسيو فران روتاسيو اي ديما لازم باش تخدم المايطة لازم تكليكي على السيكوريتي عندنا روتاسيو اغوش روتاسيو ادروات عندنا تهبط البوم وهكا طلع البوم يعني لافليش تهبط لافليش هبط لافليش عندنا رجل الاولى عندنا رجل الاخر عندنا هكا لي بي وهكا لي بوتر يعني حبيت نخرج لي بوتر في أربعة كليكي فيهم على أربعة نكليكي بهذي نقعد ضاركة نكليكي هذي بهذي واتشات ونخرج بهذي
تخرج بهذا. هاك تخرج هاك تحته، ها تخرج بهذا يخرج وخلاص. حبيت ننزل الرجل في ربعة، خليه من كليك ما ينبركش على هذه تاع لي بوتر، ندرك على هذه تاع لي بي ونخرج ونضرك على هذه نهب وتشوف الميزان تاعك. خلاص حبيت ندخل كليك ام في ربعة، كليك على لي بي، كليك على الفوق القفلة هذه الفوقانية يطلع. حبيت ندخل لي بوتر خلي مكليكين، كليك على هذه ودخل بال. تمام مثال حبيت ندخل بالزوج بالزوج، نحي هذه وخلي هذه مكليكية، نحي هذه وخلي هذه مكليك. حبيت تخرج لي بودر اكليك على هذه وكليك على هذه يخرجوا لي بودر تاع لافوا، يخرجوا خرجوا خلاص. نحي هذه تاع لافوا، كليكي تاع لاريال، نحي تاع لافوا كليكي تاع لاريال، نفس العملية لي بوتر نخرج يخرجوا لي بوتر تاع لاريال. خلاص نحي تاع لاريال ركب تاع الاولي، كليكي على لي بي نخرج بهذا يهبطوا لي بي الاولين. ندير تاع لاريال نحي تاع لافو ركب تاع لاريال، كليكي على لي بي نخرج بهذا. لازم دائما هذه تاع لي بي، هذا تاع لي بوت، لي بي لي بوت، لي بي لي بوت، لي بي كليكي ديما القفل شكون لي بوتر ولا لي بي فيك كليك. حبيت نخرج هم زوج هادو يخرجوا هادو زوج، كليك على لي بوتر خرج بها التحتانية. حبيت دخل الفوقانية كيف كيف لي بي، كليك على لي بي. حبيت تخرج تهبط تهبط هذه، حبيت الاخر نحط فوقانية هذه. خلاص ان شاء الله يكون مفهوم سهلة ماشي حاجة. عندنا كونتاكت عندنا هذه باش دير اوكي لازم تنوض ماشي كيما ال45 لازم قبل عندك واحد هذا تحب تخدم دير زوج زوج تاع تاع باش تمشي بها بدل بلي فليش دير اوكي. عندك هنا ليبرا تطلع وتهبط لي فليش حال عندك، دير اوكي يخرج لك الطابلو. عندك الخط هذا الاخضر يعني هذا شحال قدرة نتاع لاكري شحال تهز تطلع خط تلعك هنا تسينياريك تلعك هنا تكوبي حتى انت شانتي او مفتاح شانتاج هنا يشعلك. ها هذا الضوء يشعلك هذا تاع الشانتاج تشانتي من عندنا هذا طلع قلنا ليبرا تبدل المود. عندنا هذا شحال كاين من الارض حتى راس تاع لافليش عندك 11 متر. عندك هنا شحال نمبر دو برا، هاي عندك ويت برا، هاي حدا لافليش الصغيرة ويت برا، وهذا نتاع من الراس تاع لافليش حتى الارض عندك هاي ويت برا. عندك هذا اللي هي يسموها الزاوية 61.8 درجة. عندك هذا اللي يقولوا لابورتي من نص نتاع لاكر حتى الموفل 3 متر وثلاث. عندك هنا الطول تاع التلسكوب شحال خارج عندك 10 متر راه مسكر. عندنا هذا الكود، هذا الكود، وعندنا هذا شحال الطوناج تاع لاشارج لك تهزها باش ترجعوا زيروات، باش ترجعوا زيروات تروك على هذا مثال. هي تقدر تهز 40 تهزها انت تبدا تطلع على خاطر هذا 9 ساعه هذه نتاع الموبل تحب ترجع حاز الرواد تروك عليها هاي رجع تسير الرواد شو شحال تقدر شحال لا شارج عندك. انا تقدر تهز 40 طن
عندنا الماكسيموم 40 طن. هنا شحال شحال لا شارج فيها؟ عندك هذه الكود، عندك هذه السينيال يمشي مع هذا، عندك هذا ستوب يمشي مع هذا. عندنا هذا قلنا تاع الشانتاج، هذه عندك هنا ستوب كي الحق، هنا كي الحق يقولوا له الشانتاج كي تلحق الموف للراس تاع اللاتيت. عندك هذه تحبس الكلاكسون، هذه يقول لك ترجع زر الروات تاع لاشار. عندك هذا تجيك الصفحه ترجع الصفحه من الاول. ها دير اوكي. عندك هذه تبدل نمبر دوبرا. ها دير اوكي نوض. عندنا هذا الجهة تاع لاغري كل هنا الشلطة تطلع 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 تلعق هنا نت سينيال هنا تكوب. هنا راه ماركيلك عندك هنايا شحال تلسكوب، عندك هنايا تلسكوب شحال 10 متر راه داخل هاي دي متر او داخل. عندك هذا عندك من نص نتاع لاغري حتى الراس تاع وافليش يعني المدى كما نقول. وهذه عندك الزاوية، الزاوية 43. وعندك هذا من راس من الطول من الراس تاع لاتيت الفوق تاع البوم حتى الأرض. ها عندك ماكسيمو شحال تقدر 28 طن هاي ماكس. عندك هذا الكود 0 51 300، هذه باش تحبس الكلاكس وتعود سينيال ان شاء الله ماشي حاجه. عندك هذا باش تطلع ما يطار كي تطلع حكا ما عادش تخدم هبطها تخدم طلعها تحت الباب. لاغري 60 فرنك لوكاتيلي. بسم الله اللي كيدامل بهذي هبط الكاب. رابيد كابل كليكي على هذه.
حبيت طلع الكابل نفس الكليك عليه هذه طلع رابيد كليك على الخضرة حبيت طلع البوم كليك دائما على هذه طلع حبيت هبط كيف كليكي وهبط روتاسيو كليكي اغوش روتاسيو ادروات كليكي دروات تيسكوب كليكي خرج على لاغول لافليش الكبيرة ما باش نخرج الصغار نكليكي على هذه ونخرج هاو حبست الكبيرة ورام يخرجوا الصغار هذا ما كان وان شاء الله تكون فهمتوا ان شاء الله تكون حاجة سهلة ما هيش حاجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.